السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام. تفضل تفضل. اين كنت يا خالد؟ كنت ازور اقاربك المعتاد في كل صيف. فالجو عندهم لطيف جدا يا خالد، فمنطقتهم سياحية وتمتاز مناظرها الجميلة التي تطل على منحدرات تهامة. بالتأكيد، وفيها وسائل الأمن والراحة، وفيها أيضا الفنادق والمنتجعات التي أنشأتها الدولة. ولكن هل سافرتم عن طريق البر أم عن طريق الجو؟ بل عن طريق الجو. لقد ركبنا الطائرة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ولما وصلنا إلى مطار المنطقة سرنا من هناك بالسيارة حوالي 25 كيلا حتى وصلنا إلى قمة جبل السودة. يا لها من نزهة ممتعة، وخاصة في ذلك الجو البارد. حقا، ولكن أين كنت أنت يا محمد؟ كنت أيضا داخل الوطن حيث جبال الهدى والجو المعتدل. كنت قريبا من مكة المكرمة. من خلال المشهد هناك شخصيات، وسوف نسأل عن هذه الشخصيات الموجودة في المشهد. السؤال الأول للفريق الأول، خالد، في أي منطقة من بلادنا الغالية كان خالد في هذا الصيف؟ عسير. منطقة عسير، وإجابة صحيحة، وتحية لأخوكم. شكرا. السؤال الثاني للفريق الثاني من خلال المشهد كذلك، يقول: ما اسم المدينة التي سافر إليها محمد؟ أيوة، مدينة الطائف. قرب للبرنامج، قرب الميكروفون. الطائف. الطائف، مدينة الطائف إجابة صحيحة، وتحية لأخوكم. شكراً.